عمارة الإيموبيليا، عمارة قديمة وعريقة مليانة حكايات وحكايات. دي حكاية منها. وحضرتك جايلك ضيوف النهاردة؟ ها؟ انت اتجننت؟ ازاي تعزم واحدة ما تعرفهاش الا من على الفيسبوك في شقتك؟ اسكت بقى. انا مش لاك، ما تكلمنيش، انا بتخلص الرواية. خلصت؟ اوعدني انك انت هتخليني في اوضتك. اوعدك. بتحبني؟ ما بلاش الكلمة دي، مش بعيد يكون حد في عينيها عشان تعمل معاك كده كمان. انت بتريد طول الوقت ليه؟ انت كنت في حالي بقى يا اخي. انت اللي غبي يا اخي، غبي غبي. انا عاوز نسكت. انا عاوز 20,000 جنيه زيادة. انا خايف يا حبيبي، جالك اللي عايز يفتحك ويشهر بيك يا بيه. الهابوليس بوليس يلحق. عبدو عبدو تقتل. انت كنت متأكد قوي ان هو مش هيتكلم ولا يفتح سيرة عن الموضوع، وبعد كده الراجل اتقتل. تقصد ان انا عرفت ان انت راجل مبيت ومعاك فلوس كتير قوي، ومعاك الدهب والفلوس اللي عندك. انا فلوس يا استاذ، مكتوب ان محدش هيلحقني. هو ليه ما فيش صوره للمدام والاولاد؟ عشان ما بحبش الذكريات. هي البلد تحصل فيها ايه؟ كل ده موت. سمح، كل ده دم. لازم تروح دكتور نفساني. انا مش مجنون يا حبيبي. انا مش همشي يا كمان. الله يرحمك يا عبدو، كان ديلك نجس. قتل يقتل ولو بعد حين. اسكت.